نرجع بقى مع كابتن حسني عبد ربه ونتكلم على مباراة هنا، مباراة مصر والسنغال. نجم المباراة من وجهة نظرك عدي لعيبة صلاح؟ والله يعني أنا شايف إن عمر جابر بعد غياب طويل وبقاله كتير ما لعبش في منتخب مصر ويبقى في المرحلة ديت وبيعمل كل حاجة امبارح بثقة وواقف على رجله وكمان الواجب الهجومي غير الدفاع، انت بتلعب على ماني وبتأدي عليه بشكل الدفاع المحترم وكمان بتكمل الزيادة العددية، لا بقول هو يستاهل امبارح يعني بصراحة، يعني اللي هو يبقى من نجوم المباراة. يا نهار ابيض ده كابتن غير طبعا محمد صلاح يعني على الاستلام والهروب ازاي وفك ازاي. بص يا كابتن عيدوا يا جماعه تاني الهدف. بص يا كابتن سبق ازاي المدافع؟ لا التوقع عيدوا تاني سبق. بص ما هو الخطوه دي هو ليه؟ عشان متوقع. لا بص شاور يا كابتن شاور. أيوة. بص قطع ازاي؟ بص قطع ازاي خلاص. وبص المدافع طبعا ولا هو هنا يعني ولا هو هنا خلاص. وبص الحطه بقى اللي شالها لفوق. وبص الجول ماسك كوره على فكره، جول ماسك كوره بس هو توفيق ربنا ما شاء الله حاططها في السقف. خلاص يا كابتن سيف انت بتتكلم على افضل لعيب في العالم يعني وصل لمرحله خلاص عنده الثقه اللي ازاي اتحرك وازاي احط الكره بالشكل دوت عنده خلاص الثقه طالما يعني واحد كسبها خلاص ما فيش حاجه توقفه. ما فيش حاجه. ربنا يحفظه ما شاء الله لنفسه ولينا كمصريين والمنتخب المصري، لان محمد صلاح المنتخب من غيره هيعاني. بص يا كابتن بقى شخصيته شاور في الملعب ويكلم ويحرك ويودي ويقف ويحرك. عنده لقطه مع عمر جابر هو بيجريه بيقف بالكره بيقول له بيقول له خش انت لف. عشان كده انا بقول لك عمر جابر امبارح عمل حاله هجوميه وساعد محمد صلاح اللي هو يتحرر في وقت من الاوقات، لان انت كنت بتعتمد في وقت كتير على محمد صلاح لما تجيله الكره ناحيه اليمين هو اللي بيعمل الشغل ده كله. امبارح انت عملت حل جديد ان انت بقيت بتمسك محمد صلاح معاك كرة، بقى المدافع هو مش عارف محمد صلاح هياخدها لنفسه ولا هيطلع الباك معاه، فامبارح دي كانت حاله جديده. بص لا تاني كده نص التوقيفه دي تاني كده. بص يا كابتن الكوره بتقف ازاي؟ بص هو بيتكلم ازاي مع اللعيبه؟ اطلع واتكلم بص يا كابتن ايه ده؟ بص بص الباك بص الباك راح فين؟ بص هو ده اللي انا عايز اقوله. بيقف يا كابتن الفينتو ثانيه يحرك الملعب والاستلامه عامله ازاي؟ عارف يا كابتن سيف انا ده اللي بتمناه، ان احنا ما نعتمدش بس على محمد صلاح مع الكره فاحنا خطوره، لا بس هي دي. بص انا عايز ارجع باللقطه زي ما انت جبتها وعايز اتكلم على حاجه مهمه جدا. المدافعين لما هيلاقوا ان في زياده هو المدافع مش هيعرف هو محمد صلاح اللي هيروح بالكوره ولا الباك اللي طلع هو اللي هياخد الكوره، فانا عايز بس اللحظه اللي هو بيستلم فيها علشان النقطه دي مهمه جدا ان احنا ندي اكتر من حل بص يا كابتن بص رقم اتنين بص المدافع بص في الطبيعي لو محمد صلاح لوحده المدافع هيبقى سهل عليه صح ولا لا؟ فهيبقى عارف ان انا محمد صلاح هيمسك الكوره ممكن ناخد. بص هنا بص المدافع راح فين وبص محمد صلاح راح فين. هو الثاني اخده خلي بال حضرتك هو ده ايوه عشان اتحرك انما يعني عمر اما جري اخده معاه في بطوله افريقيا. احنا كنا عاملين ايه؟ كان امام عاشور لما كان بيلعب كان ثابت في المباراه النهائيه فكان مخلي محمد صلاح لوحده فطبعا بطبيعه الحال انا لما لاعب محمد صلاح لوحده اكيد انا هتحرك على اثنين واحد واثنين وثلاثه دايما هتبقى على اثنين مبقاش عنده الحلول اللي انا اقدر اعمل ده صح. فده اللي انا بتمناه لما عمر جابر حتى لما كان بيبقى عمر كملعب واحد حتى لما كان بيبقى موجود كان بيدافع اكتر وكان الحاله الهجوميه بتاعته قليله شويه. كيميه صلاح مع عمر قويه في الملعب؟ ما ده شفناه امبارح يعني عمر جابر امبارح وبعدين هم بقالهم كتير مع بعض يعني هم من جيل واحد ولعبوا مع بعض كتير فالكيمياء زي ما انت بتقول يا كابتن سيف مهمه جدا مهمه. بص عمر امبارح طلع في كذا واحده وكان بيفرق وكان بص يعني النهارده لما تشوف محمد صلاح هتلاقي عمر هو اللي تحت دلوقتي لما محمد ده في واحده يا كابتن النني عملها هو وصلاح على الخط اما النني فوتها وام صلاح ما فوتها هما الاثنين فوتوها لبعض وعملوا انا كان نفسي اشوف ده اكتر من مره يا كابتن سيف كان نفسي اشوف اكتر من مره لكن بطبيعه الحال برضو انا مش عايز اقصى على اللعيبه لان اللعيبه مضغوطه كابتن انت 1-0 وعايز تحافظ على بتلعب فرقه ايوه ما هو ده ايه تدور مكان في دقيقه يعني بص انت برضه كابتن سيف بتتعامل مع شعب عايز دايما الكره الحلوه وعايز دايما المكسب لكن احنا خلينا نفكر بس رتبهم يا كابتن بالظبط المكسب ثم الاداء احنا عايز اوصل عايز اوصل هلعب بالطريقه اللي انا عايز اوصل بيها صح. مش هلعب بالطريقه اللي انت ارضي بيها الناس على حساب اللي انا ما اوصلش لا انا عايز اوصل الاول وبعد كده اقدر افكر بقى في كاس العالم انا خلاص بقى هتبدا بقى بشكل جديد هتبدا بطريقه ثانيه لكن المدرب الشاطر اللي ازاي يوصل للهدف اللي هو عايزه. مين الخط الافضل في المباراه اللي جايه في الخط الخلفي
هو ده الخط والله بقى اللي عايز ترتب لسه. المشكله يا كابتن سيف انت عندك مشكله كبيره جدا ان انت كنت بقالك فتره مش موجودين. لا بقالك فتره كمان محافظ على قلب الملعب، يعني احمد حجاز ربنا يشفيه ويرجع بالسلامه، وكان الونش هم اللي كانوا يعني فتره طويله، فخلاص بس الحمد لله لما دخل عبد المنعم. لا انا بقصد اللي انت قعدت فتره كبيره عشان اهم حته ديت اللي يبقى في لينك بين الاثنين دول مهم جدا. هل ياسر حط رجله في غياب اللعيبه اللي غايبه؟ اكيد حط رجله، يعني هو لعب المباراه اللي فاتت. هل ممكن يدي محمود علاء؟ ممكن يدي رامي؟ ممكن يدي علي جبر؟ بص انا خليني اقول لك لعلي جبر من اللعيبه الطويله واللي بتلعب بدماغها كويس، والمباراه الجايه محتاجه حد لعب قبل كده وعنده خبرات في الحته ديت. فانا شايف محمود علاء من اللعيبه المحترمه واللعيبه كويسه، لكن بطيء الى حد ما. المباراه الجايه محتاجه سرعات، محتاجه كور عاليه، ومحتاجه مين اللي هيبقى عندي هيديني الحته ديت. فاكيد كلهم ليهم جميع اللعيبه كلها محترمه، لكن انا عايز في المباراه دي مين. فانا بقول ان انا ممكن علي جبر يبقى جنب ياسر ابراهيم. الاثنين دول عندهم القوه وعندهم السرعه وعندهم كمان الكور العاليه، بيلعبوا بدماغهم كويس. فانا بشوف اللي ممكن الاثنين دول يفيدوا اكتر من 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 محمود علاء ممكن تحتاجه في وقت كبير جدا. لكن المباراه دي بالذات محتاجه مين؟ طيب محتاجة. عايز نطلع فاصل وارجع بعد الفاصل اعرف منك قالوا السير المدير الفني لمنتخب السنغال هو بقى هناك هيفكر ازاي بعد الفاصل.